السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو حلقتنا النهار؟ حلقتنا ان شاء الله نصوب واحد اللي يهم معمر على سميتو بالعجينه ديال الملاوي ان شاء الله نديرهم في الفران ان شاء الله. ان شاء الله. ايه شنو دابا عندنا غير العجينه واقيله هذه؟ دابا العجينه دابا منين ما الورقه دابا كاين مشكل في الورقه ما كتكونش واجده. انا براسي انا ما عنديش التوصيل هنايا ما جبتش التوصيل ديالي. دابا غادي ندير العام غنكسافيو غير بالورقه ديال العجينه ديال الملاوي ياك باش نبداو نعمرو بها الشكلات. نشوفوا دابا العجينه ديال الملاوي اللي هي معروفه وعاد ديك الساعه ندوزو نشوفوا الحشوه اللي وجدنا ليها. واخا بسم الله. شنو عندنا؟ بسم الله. عندي هنايا 450 غرام ديال الفورس وعندي هنا 250 غرام ديال الفينو ديال الحرش. وانا كندير عيني ميزان وشحال ديك الساعه ماشي ضروري القياس ديال الملاوي شحال ما بغيتي العجينه. هنا عندي هنا شويه ديال الخميره حبوب والملحه والزبده لان دابا الزبده ما غاديش نورق بها غادي نديرها غير فيها في الخدمه ديال العجينه. هنايا المدافئ نبدا ان شاء الله. نبدا ان شاء الله بسم الله وكل شيء دينا مغسولين. عجينه الملاوي راه معروفه كديروا اللي مولفين كيديروا هما الطريقه العاديه. انت غادي نخلي هنايا شويه باش نورق به نخلي شي شويه ديال الفينو باش نورق به. بسم الله نديرو هاد الفورس كله نخلطو مزيان باش ما يبغى يدير ديال القمح يديرهم يعني موجود ديالنا. انا اكثر غير كندير ديال الزرع دابا التمر كيجيو زوينين في الفران اللي كاين يجيو زوينين جو فني. ندير هاد الخميره ان شاء الله ندير مليحه في الجنب هنا العجينه ديال الملاوي كلشي كيعرف لها طبيعه الحال. صافي دابا نجمعوا العجين ونرجعوا. كدلكيها مزيان كدلكيها مزيان الفينو تيبغي يدليك مزيان ان شاء الله ملي ترتاح وتورق تجي تجي مورقه ملي كنكونوا كنعمروها. وان شاء الله دابا غندلكوها باش عاد نوجدوا الحشوه اللي غادي باش نعمروها ان شاء الله نرجع ان شاء الله. ماما صافي هنا ساليت لك السر مزيان شتي كي مدلوكه مدلوكه ما داكش الشر فيه. ديرها هنا باش ترتاح على ما نوجد الحشوه صافي ان شاء الله. ان شاء الله ماما دابا نبداو الحشوه ان شاء الله. دابا ان شاء الله نديرو الحشوه ديال باش نعمرو الملاوي الملاوي ديالنا يعني ما يجيو فين نعمروهم يكونوا ارتحت. اييه بسم الله. عندي هنايا هانتي عندي هنايا واحد شويه الكفته هانتي شتي شحال الكفته شحال ما شحال ما كان عندك شحال ما كان عندك في الدار يعني شويه الكفته تقريبا 200 غرام تقريبا 200 غرام 250 غرام على حسب. عندي هنا واحد جوج فلفلات وحده حمراء وحده خضراء. عندي هنا واحد بصيله هي شلطتها. عندي هنايا معدنوس شويه الهريسه هذا الزيت باش غنشحر هذا الشيء. عندي هنا واحد طفل الفرماج حتى هو غنديرو. عندي هنا واحد بطاطات هادو راه سلقتهم اما مسلوقين غنحكهم. ها هي شتي مسلوقين هادوك حتى الاخير هما مسلوقين ها سلقتها. غادي نخلطهم حتى نشد شحال هاد الشوكولا نخلط مع هذيك شويه البطاطا باش كيعطي المسمه الدراري تتعجبهم شغل البطاطا. وطبيعه الحال الزيت المسمه اللي غنخلو ان شاء الله ربيت زيت المسمه ها هي صندوق الوصف. عندي هنايا التحميره غادي ندير الكامون ياك وغندير شويه البزار صافي. هادشي اللي كان هادشي اللي كان الملحه 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 ما حطيتهاش نسيناها معليش صافي نحط الملحه ان شاء الله. الملحه يلا بسم الله نبدا نبداو اييه. بدا تنجيب المعلقه ديال الخشب غندير شويه الزيت
غندير هاد البصيله هي اللي ولات تشحى كما العاده. انت عارف فلان سبعه العاده ايه نخليها حتى تطيح مزيان عاد ندير شويه الملحه هي صافي ما نديروش العطريه باش ما تحرقش باش ما تحرقش لينا العطريه ما كتبقاش فيها النسمه خليها حتى تشحر مزيان عاد نزيد كعن نزيد الكفته درت البصله هي البصله طاحت مزيان دابا غادي نزيد هاد الفلفلات كما القاعده صافي هاد الكتة ما فيهاش الشحمة درنا زيت سلبية اللي فيها الشحمة ما يديرش كاع الزيت راه حيت باش ما تجيش من الدماء هادشي اللي كان دابا هاد الكفتة ديما تنشريها بلا شحمة ولكن إلا شريتيها إلا فيها الشحمة كيما بغيتي نتوما ديريش الزيت بزاف حيت تبدا تاكل من الدماء تاكل بوحدها ولا صفيها كنخليها دابا ندوقها الملحة ونديرها باش ملي يدخلوا الفرن ما تقلقلهمش هذيك اللي كان في اللاطه صافي دابا واجده صافي دابا يطيب يطيب شي مزال الكفته ونرجعوا نرجع ان شاء الله. انت دابا انا طفيت عليه طفيت تشحرت ديك الكفته كلها تقادات ودقتو من الملحه وطفيت عليه دابا هذا غادي نزيد هاد البطاطا هاد البطاطا زدت شويه الملحه صافي دابا نحركوش ما تعجنش بزاف دابا غنخلطو نخليه دابا حيت تايبر عاد ندير شويه الفرماج دابا غادي نخلط معاه هاد البطاطا ياك ونخليه واحد شويه عاد نزيد معاه الفرماج باش ما يذوبليش الفرماج في هاد تايبر ما عنديش الفرماج دابا حتى تبرد الحشوه نبغي نعمرها في نعمر بيها نخليو الفرماج يذوب في الفران أيه. هو كيطيب صافي انت فهمتي دابا الفرماج خصو يذوب في الفرن ما يذوب الا درتو دابا هنا وهاد الحشوه سخونه غيذوب نخلط دابا هادشي مزيان ونديرو في الطبسيل حتى نبغيو نعمرو عاد ديك الساعات نديرو الفرماج اللي بغى يدير بطاطا ما بغاش ما يديروش ماشي ضروري البطاطا لا لا ما بطاطا ولا الشعريه كنظن حيت الشعريه كتلق الماء الشعريه الشينوا الشعريه الشينوا حتى تجي البطاطا كتجي لذيذه بعدا مع القوام والكفته هذا كتجي لذيذه الا ما درتيش البطاطا ديري الشعريه الشينوا ولا الرز هو تيجي زوين دابا نخليه هكا تيبرد مزيان عاد نزيد معاه الفرماج صافي نبدا نعمر ان شاء الله ان شاء الله شويه ديالنا بردات ياك غادي نزيد عليها نص ديال هذا الفرماج ونص نخليه نديرو من الفوق شتي نص صافي ونخلطو هكا صافي حتى نعاودو نديروه من الفوق
هاد العجينه ديالنا هي مرتاحه. ما داو الكميه على حسب الافراد اللي عندهم، كاين اللي غادي يدير غير نص الكميه اللي درنا دابا حنا، وكاين اللي الافراد فيهم كثيرين يضاعفوا الكميه. وداكشي على حسب الاشخاص. نشوف الزيت. الزيت بسم الله. هما ما كيخسروش يعني، لا الا بات ولا شي حاجه ما تعلم والو، كلشي طايب. ايوا دابا تسخنوا نديرو في رمضان ولا في الفطور. الشيء ديالنا يعني بحال اي ملاوي، حتى ملاوي معمرين ما كيحتفظوا بهم. هادشي اللي كان بحس هادشي دابا نحيد لك هذوك اللي لهي باش ما يضيقش عليك، ما تبغى تورقي. مازال نفرقها هكا على النص. راه هذاك التبصيل هذا كله صافي، دابا نورقها ان شاء الله مزيان وتبان الخامه. صافي سرحتها دابا بحال هكا مزيان رقيقه، ياك كنمشي الزيت بحال هكا وكندير لها شويه ديال الفينو باش تجي مورقه. باش كتجي مورقه نقطع دابا على النص، ياك اللي بغاها نص صغار يقطع على ثلاثه النص. بسم الله ناخذ هذا الحشو هكا بحال هكا ياك، بحال هكا. تصغار كيجيو زوينين، غير هما تصغار كيجيو زوينين، غير هما اللي ديرهم صغار تشدو شويه اليد يعني. نشوفو ما على حسب شنو حسب الذوق. كيما بغيتي نديروهم دابا، بغيتي نديرهم الصغار، بغيتي نديرهم الكبار، معليش حنا نديرو الحجم المناسب يعني الحجم الزربة. مجوه حتى كنلوي على واحد باش تجي بحال كتجي مورقه. دابا انا درتها شويه جاريه هي في الحقيقه، خاصها شي شويه العجينه شويه قاصحه، ولكن عاوتاني الا جات هكا خفيفه كتجي كتجي زوين. كتجي في الفران احسن. هنا كديري سميتو كديري الطحين بحال ملاوي عاديين، وانت غادي انت كتلوي بحال هكا. يرى لي ديك اللاطه فاش نحطهم لك. نشوفو الثانيه حتى هي، نشوفو الثانيه. يا معمرين تيشبعو، يا وحده شبعك. دابا انا عاوتاني درت ندير الزيت بحال هكا، شويه ديال الطحين، ونرد هاد الجناب هادو. شتي طرخات العجينه دغيا كترخى، ملي كتجي تفين مرتاحه. حتى انا عيطت لكم قلت انا كامل سميتو، كتكون العجينه طرخات. ولكن مزيان مادام غادي تجي نتيجه زوينه مقرمشه في الفران. كتجي مقرمشه زوينه، كتجي احسن. هانتيا كندهن بالزيت هكا، وكنبقى ندير الفينو بحال هكا ولا الفرش، كتبقى تلوي. دابا هادو اللي بغا يديرهم في المقله، المقله من جوج يكرصهم، خصك تكرصو الا بغيتي يجيو في المقله. إذا خصك تكرصيهم، جاو مكرصين. المهم هادو الناس اللي كيبغوا الوصفات ديال الفران، الفران كحزو شي شويه باش ما يجيوش، باش ما يسخوش. دابا غادي ندير لهم شويه ديال البيض، وغادي ندير لهم الفرماج ان شاء الله. نكملو ان شاء الله ونرد عليك ان شاء الله. صافي دابا صوبتي جوج تانيين. انا صوبت جوج تانيين، شتيها
بس فيهم الزيت هنا والفورس ولا الفينو فينو صافي. وكان تن بحال ملاوي تبدل بحال زيادو الفران كيكونوا واخا ما كيتقرصوش كي الغرض شنو هو هو الطبيعي العجينه. هذه الحشوه دابا كلها طيبه كلشي طيب. هاد الملاوي تقملو صافي كتصير تبرني كتصوبي جوج دقه وحده ايه باش كتزربي عليهم. انا كنخدم غير بشويه باش تتفيلميها على خاطرك باش تبان للبنات. بالعكس راه سهله العمليه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. بحال اللي كتصوبي الورقه هذه البسطيله بحال هكا تقريبا شتي. بعدات كتلعبي بها كي بغيتي تعجينه ماشي بحال ورقه واقفه. دابا نحطهم في الطبسيل صافي ونكملوا الكميه اللي عندنا. ما كملتيهم؟ اه صافي انا كملتهم غير من غير الصفر البيض شويه بحال هكا باش يجيو محمرين. وهذاك الفرماج حتى يطيبوا عاد نديروا نحدهم سخان باش ما يتحرقش صافي. دابا ندهنهم ندخلهم الفرن هو سخناه من قبل ونكملوا الكميه اللي باقا عندنا. تقريبا يخرج لنا جوج لاطات نيشان ياك. على حسب درتو الا درتو كبار غادي يخرج جوج لاطات بحال هكا يعني شي 16 حبه ولا 20 حبه. الا درتو صغار يخرجوا كثر. يلا دابا خرجوا ديروا الفرماج الحمر ديال سخون. هذا الفرماج درتو غليظ غير خصو يتحقيق دابا يذوب دابا الحراره غادي يذوب. شوف كيجيو جوج بنين كاجا غنتي شوف كنحلو شي وحيده واخا تنديرو في الطبسيل بعدا ديال التقديم ونحلو. يعطيك الصحه الله يكفيك جوزيل. زعما فني كيجيو داك الشافيه. دابا دير غير لاطا الاولى الثانيه هي مازال كطيب. معليش نقدموا بعدا هادي ونتسناو الاخرى. درت عليها درت عليها الفرماج ملي خرجتها ودرت شويه المعدنوس. حيت دابا خرجنا هادي عاد دخلنا الاخرى باش كيطيب مزيان من الفوق ومن التحت باش تطيب مزيان وكتقاد لها طياب. حلينا شي وحيده. بسم الله بسم الله. باش تفنى داك الشرفي حليها لينا. شتي نقرب من داك الشرفي نحلها. ايه بسم الله. عامرة تشبع. هي اللي بغاو يديروهم صغار يديروهم صغار. دابا حنا درناهم كبار باش نختصروا الوقت شويه. بغيتي تبدا بالصغار كيجيو الصغار هكا بحال دابا هاد راه فيها جوج. فهمتي شتي نحل هاك شتي عامرة لا ديك الصحة. ميرسي الحشوة فنة جات لذيذة. هما شكرا على الوصفة ان شاء الله في وصفة اخرى ان شاء الله. ان شاء الله هذه كانت وصفتنا اليوم بديل الورقة ان شاء الله. الله يعاونك. الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.